تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت مؤسسة الجرح للتنمية المجتمعية احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم على مستوى محافظة الفيوم. المسابقة شهدت منافسة قوية بين المتسابقين، والبالغ عددهم 2209 متسابقا، ومن خلال لجان متخصصة وموسعة ضمت أكثر من 50 شيخ وإمام من كبار العلماء والقراء والأئمة والواعظين من الأزهر الشريف والأوقاف بالمحافظة. الحمد لله وفضل ربنا سبحانه وتعالى، مسابقة تحفيظ القرآن الكريم لمحافظة الفيوم طبعا اتقدم لنا أكثر من حوالي 2300 متسابق، تم التصفيات بينهم والحمد لله تعالى على مراحل تمهيدية وعلى المراحل النهائية، وبفضل ربنا سبحانه وتعالى قدرنا نصعد 30 متسابق من كل مستوى، المستوى الأول القرآن الكريم، المستوى الثاني 20 جزء، المستوى الثالث 30 جزء. هل ده النشاط الأول لمؤسسة الجرح في هذا الإطار؟ لا، احنا بنتكلم على أن هذا النشاط من الأنشطة المستمرة والدورية لمؤسسة الجرح اللي بتحاول من خلالها أن تنشر وتدعم جهود الدولة المصرية في نشر الفكر الوسطي وتعظيم القوى الناعمة للدولة المصرية. يعني هؤلاء هم سفراء القرآن الكريم في سواء في مصر أو في العالم، وهؤلاء من خلالهم يمكن مواجهة الفكر المتطرف ويمكن البناء على القوى الناعمة المصرية في كل العالم. المسابقة تميزت بكثافة المشاركة من الفتيات والطالبات بواقع 74.5% من إجمالي المتسابقين، فضلا عن حصول فتاة على المركز الأول بالمسابقة على مستوى المحافظة، فضلا عن تكريمات متنوعة للمتسابقين المتميزين في التلاوة وأصحاب القدرات الخاصة في حفظ وفهم القرآن الكريم. لما أنا عرفت أن أنا المركز الأول كنت فرحانة جدا، وطبعا وفخورة بأن والدي يعني يبقى فخور بيا ووالدتي ومعلمتي اللي حفظتني طبعا وختمت على إيدها، وبشكر للمؤسسة الجرحي أن هي عملت مسابقة زي دي. سعيدة أن أنا فزت في مسابقة التحالف الوطني، وربنا يعني أشكر اهتمام الدولة، أشكر اهتمام الدولة لحفظ القرآن، وربنا يوفقهم دينهم والفعل خير، وربنا يجعلهم في منزل حسن. ضمن استراتيجية وخطط مؤسسة الجرح للتنمية المجتمعية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تأتي المسابقة لدعم جهود الدولة في نشر الوعي والفكر الديني المعتدل، فضلا عن تعزيز القوى الناعمة المصرية وتنمية قدرات النشء والشباب في مجال قراءة وتجويد وحفظ وتفسير القرآن الكريم.